الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقف بنا الحديث بالأمس عند مبحث كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. هذه الكلمات كما نرى على اللوحة: حكم الصاد في ويبسط وأخواتها. عندنا في اللغة العربية فعل اسمه باسط، باسط، وعندنا فعل آخر اسمه سيطر، سيطر، سين ياء طاء راء. من العرب من يقول بسط بدل ايه؟ بسط، يفخمون السين حتى تصير صادا تأثرا بالطاء بعدها، فيقولون بسط بدل ان يقولوا ايه؟ بسط، ويقولون سيطر بدل سيطر. وعلى لهجة هؤلاء القبائل العربية جاءت بعض الكلمات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في البقرة: والله يقبض ويبسط، كتبت في المصحف الشريف بالصاد على لهجة تلك القبائل العربية التي تفخم السين فتحولها إلى صاد. ورويت لنا تلاوة بالسين وبالصاد، فمن قرأها بالسين على الأصل لأن أصل الفعل سيطر يسيطر، ومن قرأها بالصاد فعلى لهجة تلك القبائل العربية وموافقة لرسم المصحف. والله يقبض ويبسط، سبحان الله. طبعا أغلبكم حافظ القرآن، هي على اليمين بالمصحف، مصحف المجمع. طبعا على اليسار الصفحة اللي مقابلها: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، مكتوبة بالسين. فلذلك القراء العشر من طريق الشاطبية والدرة ما اختلفوا فيها، لأنه مكتوبة بالسين يعني على الأصل، واضح؟ يعني لو حدا بده يقرأها على الصاد بده يكون راعى بس فقط القبائل التي تفخمها، لكن الرسم ما بيساعده، بينما اللي على اليمين الرسم يساعده واللهجة القبلية هذه العربية كما تساعده. خلاصة الكلام، الفعل هذا والله يقبض ويبسط روية بالصاد وبالسين. حفص من طريق الشاطبية يقرأها بإيه؟ بالسين فقط، بالسين فقط. ما علامة ذلك؟ علماؤنا وضعوا فوقها سين صغيرة، سين صغيرة بمعنى اقرأها بالسين. لكن هل تقرأ بالصاد ولا لا؟ تقرأ من طرق أخرى عن حفص، ليست من طريق الشاطبية بل من طرق طيبة النشر. تمام. الكلمة الثانية قوله تعالى بسطة، فاذكروا بسورة الأعراف، بسورة الأعراف بسطة فاذكروا، أيضا هذه بسطة مشتقة من بسطة، كتبت في المصحف الشريف بالصاد، فمن قرأها بسطة بالسين يكون قد راعى الأصل، طبعا للأصل والرواية، ومن قرأها بالصاد شو بيكون راعى؟ الرسم ولهجات القبائل التي تقرأها بالصاد. أيضا علماؤنا وضعوا فوقها إيه؟ سورة الطور، قوله تعالى أم هم المسيطرون، أيضا هذه من فعل سيطرة مكتوبة بالصاد، حفص من طريق الشاطبية رواها بالصاد وبالسين، رواها بإيه؟ فلذلك علماؤنا وضعوا السين تحت. انتبهنا؟ إذا وجدت السين الصغيرة فوق معناها قرأها بالسين فقط، إذا وجدت السين تحت معناها قرأها بإيه؟ بالوجهين، بالصاد وبالسين. حفص من طريق الشاطبية يقول أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون، كده وكده. الكلمة الرابعة والأخيرة لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية، هي بالصاد مكتوبة ورواها حفص من طريق الشاطبية بالصاد. تبهنا كيف؟ ها
هذه الكلمات الأربع من طريق طيبة النشر بالسين وبالصاد، طرق هكذا وطرق هكذا. حكم الصاد في ويبسط وأخواتها في اللغة العربية فعلان بسط وسيطر، ومن العرب من يفخم السين في هذين الفعلين لمجاورتهما الطاء المستعلية المطبقة فيقول بسط سيطر. وعلى لهجة هذه القبائل كتبت في المصحف الشريف أربع كلمات بالصاد، وقد رواها بعض القراء بالسين على الأصل، وبعضهم بالصاد اتباعا لرسم المصحف وموافقة للهجة تلك القبائل. ومذهب حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيها كما يلي: قوله تعالى ويبسط في البقرة، وقوله بسطة في الأعراف، روى حفص هاتين الكلمتين بالسين فقط. شايفين السين وين موضوعة؟ السين موضوعة فوق الصاد، معناها قرأها بالسين فقط. قوله تعالى أم هم المسيطرون تقرأ بالصاد وبالسين، ولكن النطق بالصاد أشهر، لذلك علماءنا وين وضعوا السين؟ تحت. أما الكلمة الرابعة والأخيرة فهي قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في الغاشية، تقرأ لحفص من طريق الشاطبية بالصاد فقط. واضح إخواني؟ لذلك بالغاشية ما بتلاقي في سين صغيرة لا فوق ولا تحت. الكلمة الثانية على رواية حفص والتي لها وضع خاص مطلع سورة ألف لام، مطلع سورة آل عمران. طبعا أول آل عمران كما نعلم ألف لام ميم، ثم بعدها لفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، شو الحرف الأخير؟ ميم الله. شو أول حرف بلفظ الجلالة؟ اللام الأولى من اللام المشددة وهي ساكنة، فالتقى في النطق ساكنان من كلمتين والأول حرف صحيح اللي هو الميم، ما هو حرف مد. فكيف يتخلص من التقاء الساكنين إن كان الأول حرف صحيح؟ بالتحريك. فحرك العلماء هذه رووها لنا محركة بالفتح، قيل لأن الفتح أخف الحركات، الفتح خفيف جدا، بس الواحد يفتح تمه شوي خلص هذه الفتحة، فهو أخف الحركات الفتح. واضح يا أخواني؟ وقيل أنه هي منقولة من ألف لام ميم الله، لو بديت بالله بتبدأ بإيه؟ بهمزة مفتوحة، فكأنهم نقلوا هذه الفتحة من لفظ الجلالة إلى الميم، فهي تنطق هكذا ألف لام ميم الله ميم الله. فالميم شو صار فيها؟ تحركت بالفتح. انتبهنا؟ انتهينا من مشكلة اسمها مشكلة التقاء الساكنين، طلعت لنا مشكلة جديدة. ايش هي المشكلة؟ ميم هذا لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف بمقدار 6 حركات. ما سببه؟ سكون الميم. طيب سكون الميم الآن شو صار فيه؟ ذهب. فهل يذهب المد الطويل بزوال سببه أم يبقى المد ولو زال سببه؟ وجهتا نظر، واحدة اسمها عدم الاعتداد بالعارض، بيقول لك تحركت الميم هذا عروضا للتخلص من التقاء الساكنين والأصل فيها السكون، فنحن على الأصل بمد كم؟ 6. ومنهم من يقول لك لا، إنما مد مدا طويلا لوجود السكون، أما وإن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه وهو السكون. انتبهنا؟ فبيخلوه كم حركة؟ حركتين، على أنه سألفظها ثم تلفظونها خلفي لو سمحتم. نبدأ بالمد الطويل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو لا إله منفصلة 4 أو 5 لا إله إلا هو مع القصر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ألف لام ميم الله
واضح؟ طبعا هذه لكل القراء أيها الإخوة، هذه لكل القراء. ومثلها ألف لام ميم حسب على رواية ورش عن نافع في مطلع سورة العنكبوت. ألف لام ميم أحسب، ورش بينقل، ينقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، فيقول ألف لام ميم حسب. فلك أيضا هذان الوجهان، إما أن تمد على الأصل أو تقصر على الاعتداد بالعارض. وضحت المسألة يا أخواني؟ في غموض، في لبس. فمنع الالتقاء الساكنين نحرك الميم بالفتح فتصبح كذا كذا، تدربنا عليها الحمد لله. فحينئذ يجوز في الياء المدية قبل الميم وجهان، الأول مدها 6 حركات على عدم الاعتداد بالحركة العارضة، أو قصرها بمقدار حركتين لزوال السبب الموجب للمد. الكلمة الثانية كلمة تأمننا في سورة يوسف. تأمن فعل مضارع مرفوع، تأمن، ولا لا التي قبل الفعل نافية وليست ناهية، ونحن نعلم بأن لا النافية لا تعمل شيئا في المضارع. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، لأنها لا نافية لا عمل لها. فهنا أيضا ما لك لا تأمن أنت نا، تأمن نا، إذن تأمن فعل مضارع مرفوع ونا مفعول به، تمام؟ طيب انظروا إلى اللفظ تأمنونا، مانونا، 3 أحرف غنة متتالية متحركة، 3 أحرف غنة متتالية متحركة. جربوها بفمكم هكذا، تأمننا تأمننا، جربوها، فيها ثقل، فيها ثقل. فرويت لنا هذه الكلمة مخففة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نسكن الحرف الأوسط من حروف الغنة 3 المتتالية المتحركة، مانونا مانونا مانو، هي النو اللي هي الحرف الأخير من الفعل نسكنها، ولكن ليس للإعراب، يعني مو للجزم وإنما للتخفيف. فشو بتصير؟ تأمن. وصادف أن كان بعدها نون متحركة فاجتمع في النطق نونان، نون ساكنة ونون فندغم النون الساكنة في المتحركة فيصير النطق بإيه؟ بنون واحدة مشددة بحاجة إلى إلى غنة أكمل ما تكون، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن هنا عندي غنة أطول ما تكون، أليس كذلك؟ لكن رويت لنا هذه الكلمة إشارة إلى الضمة التي حذفت للتخفيف وليس للإعراب، بضم الشفتين مقارنا لسكون النون الأولى المنطوطة اللي هي محل الضم كانت. انتبهنا كيف؟ فلو حبينا نقسم الكلمة على مراحل حتى نستوعبها، منقول المرحلة الأولى ما لك لا تأمن من نا، ما لك لا تأمن، هذه المرحلة الأولى، بعدين منضم الشفتين ولا أثر لذلك في السمع، منضم الشفتين مقارنا لمن؟ للغنة المنطوطة، ثم نقول نا اللي هي المفعول به. الآن سأصل القطع الثلاثة ببعضها، يكون النطق هكذا، ما لك لا تأمنا على، أعيد، ما لك لا تأمنا على، يعني لو في إنسان مغمض عيونه وعم يسمع ما بيشعر أنه أنا ضميت الشفتين، لأنه لا أثر لذلك في السمع وإنما يدركه المبصر.